امبارح وزارة الأوقاف أعلنت عن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك. خلينا نعرف تفاصيل من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. صباح الخير عليك دكتور هشام، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير أستاذ مندي، وصباح الخير أستاذ محمد، وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور هشام، بداية كده، هل متاح صلاة عيد الفطر في كل المساجد ولا تم تحديد مجموعة من المساجد هي اللي هيتم فيها الصلاة؟ احنا برضو بنكرر التهنئه للشعب المصري العظيم، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم بألف. خلاص شهر رمضان احنا كنا بنحتفل بقدومه، ودلوقتي اهو بنودعه 10 ايام ونستعد لعيد الفطر المبارك. ان شاء الله صلاه عيد الفطر المبارك هتكون في المساجد الكبرى الجامعه والمساجد التي تقام بها صلاه الجمعه. يعني هي مش هتبقى في كل المساجد كلها اللي بتقام فيها صلاه التراويح، لكن هي هتبقى ان شاء الله باذن الله المساجد الكبرى الجامعة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، عشان خاطر برضو مساعدة وتهيئة المكان وتعقيمه وتطهيره، عشان برضو ما زلنا احنا في الإجراءات والضوابط يعني اتباع لأهل الشأن في هذا الأمر. يعني عظيم، يعني تستثنى الزوايا بحسب ما فهمت؟ لا، مفيش صلاة عيد في الزوايا. طيب بالنسبة للأماكن المفتوحة، بالنسبة للساحات؟ لا، برضو احنا السنه دي برضو ما فيش ساحات زي العام الماضي بالضبط، عشان الساحات المفتوحه برضو بيبقى يعني صعب فيها انك انت تطبق الاجراءات التباعد وتتحكم في يعني في المصلين والرواد وكده، لكن المسجد انت بتبقى تتحكم فيه، ولان في علامات تباعد موجوده في المسجد اوريدي كده، هم عارفين كان بيصلوا صلاه التراويح في المسجد، عارفين الاجراءات والضوابط واجراءات التعقيم، لكن في الساحات هيبقى صعب تطبيق هذه الاحترازات والاجراءات الساحات يعني. فعشان كده احنا بنقول ان صلاه العيد السنه دي زي السنه اللي عدت بالظبط في المساجد الكبرى والجامعه التي تقام بها صلاه الجمعه. هل يعني هيكون في ضوابط واجراءات احترازيه في المساجد اللي تم تخصيصها لصلاه عيد الفطر؟ طبعا احنا ما زلنا نؤكد برضو على هذا الامر في كل الوسائل الاعلام المختلفه، بنقول ان طالما اهل الشان، اهل الصحه، اهل الطب في هذا الامر هم ادرى واعلم الناس بجائحه كورونا من اي شخص ثاني، وطالما هم بيقولوا يعني لازم نحافظ على بعض ولازم يعني نبقى متخذين الاجراءات والضوابط الوقائيه، فاحنا في وزاره الاوقاف ملتزمين بتعليمات هذه الامور، وبنقول ان اي حد هيصلي صلاه عيد يبقى معاه المصلى بتاعه وملتزم بالكمامه، واجراءات التباعد اوريدي كده موجوده في المسجد مع اقامه صلاه التراويح. لكن طيب احنا برضه قلنا تخفيفا احنا هنفتح المسجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة، عشان خاطر الناس اللي تحب تروح تكبر والتكبير، وتقام ان شاء الله باذن الله صلاة العيد، وبعد كده خطبة العيد، والخطبة برضه هتبقى في حدود 10 دقائق زيها بالظبط زي خطبة الجمعة، والالتزام بيها زي ما احنا بنلتزم بخطبة الجمعة سواء كان النص بتاعها او المضمون، وبعد كده الناس بعد ما تنصرف الناس يتم برضه غلق المسجد وتعقيمه ونظافته مرة أخرى، عشان خاطر برضه استعدادا للاوقات طيب. الاخرى. تمام دكتور هشام، عايزين نتكلم مع حضرتك عن التهجد، عن صلاه قيام الليل. هل المساجد هيكون متاح فيها الكلام ده خلال 10 ايام الاخيره من رمضان؟ احنا خلال العشر الاواخر في رمضان صلاه التهجد احنا دايما بنقول ان الصلاه والعباده اللي الانسان يجعل للمكان اللي هو عايش فيه، لمنزله، لبيته، للشقه اللي هو قاعد فيها، يجعل لها نصيب من الصلاة تحته، لكن في المساجد لا توجد صلاة تهجد هذا العام برضه كالعام الماضي تماما بتمام. برضه احنا بندور على المقاصد الشرع الحنيف، هي اساسا جاي عشان خاطر حفظ النفس الانسانية، النفس البشرية حفاظا عليها. فصلاة التهجد احنا بنقول خلي للبيت يبقى في بعض الركعات كده الانسان في بيته يصلي مع اهله، مع اولاده، مع اخواته، مع محبيه، لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، الانسان يصلي فيها قدر الاستطاعة. فمن الممكن الانسان يصلي التراويح مثلا في المسجد ونصلي التهجد في البيت. ايوه، نصلي التراويح في المسجد ونصلي التهجد في البيت ان شاء الله باذن الله، الى ان يرفع الله عز وجل هذا البلاء وهذا الوباء عن العالم كله يا رب. اللهم امين. السيدات ليهم مكان يصلوا فيه العيد؟ السيدات ان شاء الله باذن الله، احنا برضه يمكن مع بدايه الشهر العظيم احنا فتحنا مصلى السيدات عشان صلاه التراويح، وبنقول لهم ان شاء الله باذن الله صلاه العيد ان شاء الله باذن الله المصلى مفتوح ومستعد لاستقبال السيدات الفضليات عشان خاطر صلاه العيد والفرحه بالعيد ان شاء الله باذن الله. عظيم. دكتور هشام، بالنسبه للخطبه هتبقى خطبه موحده برضه؟
خطبه صلاه العيد موحده حضرتك، احنا يعني خطبه صلاه العيد، خطبه الجمعه، كل هذه الامور موحده منذ فتره طويله. اصبح معروف عند الساده الائمه ان احنا الالتزام بخطبه الجمعه وبرضه الالتزام بخطبه العيد بالضبط تماما بتمام، وتبقى نفس التوقيت حدود العشر دقائق اللي احنا بنقول عليها، والالتزام بخطبه العيد اللي هي النص او المضمون بتاعها، علشان خاطر يعني يبقى المجال متسع للجميع ان شاء الله باذن الله في تطبيق تعليمات الوزاره. اكيد. الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك، كل عام وانت بالف صحه وخير. طبعا لازم يكون في التزام بكل هذه الضوابط، دي تعليمات من الوزاره، فلازم الناس تلتزم بكل هذه الضوابط. الناس بتفتح المساجد، بتفتح في الوقت المخصص بالنسبه للتكبيرات، برضو هيكون نفس الفتره دي قبل صلاه العيد. بالنسبه لخطبه العيد هيكون في برضو التزام بالخطبه، الناس اللي عايزه تكبر ممكن تصحى بدري شويه وتكبر في البيت، ونحضر يعني جزء من التكبيرات في البيت وننزل كمان نكمل تكبيراتنا في المسجد.